السلام عليكم شباب، معكم ديسنجر. اول جهدي في هذا الفيديو راح نلعب معكم لعبه اوفر واتش، واشرح لكم الشخصيات الهجوميه كامله، وبكره ان شاء الله راح ناخذ الشخصيات الدفاعيه. طبعا هذه الشخصيات الدفاعيه نتكلم عنها بعدين، التانكس وبعدين السبورت. كل يوم راح نشرح الشخصيات بالتفصيل واعطيكم بدايه خبرتي في اللعبه، يعني فهمت اغلب الشخصيات. انا ماني خبره في اللعبه ولا انا محترف في اللعبه، توه نازل صارها امس، بس لعبت البيتا وعطيت وقت كبير في البيتا، وان شاء الله ما قصر معكم لان ما تغير اشياء كثير عن البيتا. فراح اشرح الشخصيات بالتفصيل، اعطيكم مميزات اللي فيه، بعض الحركات اللي اعرفها انا، وبعد ما اتعلم بعض الحركات الثانيه، فنشوف ان شاء الله نتعلم هذه الفتره في لعبه اوفر واتش. فنبتدي معاكم بجنجي. طبعا جنجي الضربه الاولى الاساسيه اللي حقها الارتو هذه، يعني الرينج في هذه الضربه شيء خرافي. خليني اعطيكم مثال، شفتون اللي هناك كيف الرينج؟ الرينج شيء خرافي. هذه الارتو، الارتو في البلاي ستيشن هذه دمج العادي، طبعا تشوف 24 ضربة على جنب تحت عندك، وفي عندك هذه الثانية الرينج. طبعا هذه الدمج اللي حقها مو عالي، لكن قريب والله، قريب تعطي دمج عالي، بس من بعيد مو ذاك الزود، يعني مثلا كذا ما اتوقع تعطي رينج من بعيد. الرينج من بعيد الدمج اللي حقها مو ذاك الزود، بس هذه يا حبيبي شوف شوف الدمج، والله دمج شيء جبار. المهم هذه الخاصية الأولى. الثانية عندك في الار 1 شو نسوي؟ اطلق حبيبي. اوه تأخر، تايمنج الحق يا ابو كلب، راح يخليه بس يرجع. طبعا شو نسوي؟ هذا يطلع السيف ويصد الحركات اللي قدامك. خلينا نشوف، يرجع كل الحركات، والحركة الأخيرة بالال 1 يشخر. شوف الدمج اللي حقها هذه الحركه الاول، شنو اسوي فيها انا؟ اذا واحد قريب يموت، مره قريب يموت، تدخل عليه بالال 1 او تستخدمه في الهروب، تقدر تستخدم في الحالتين، مره ممتازه. او في عندك حاله اخيره يمكن بالنسبه لي استخدمها، لما تضغط السوبر شنو راح يسوي؟ راح يطلع سيف وتحتاج تشخط، اذا واحد راح قريب يهرب تجر يجري كذا وتشخط فيه. هذا اللي انا احسه مره ممتاز بهذا جينجي. طبعا الدمج عليه مره خرافي اذا تفهم له يكون مره صح. وفي طبعا حاجه اخيره، يمديك تتسلق على الجدران بشكل مريح، مثلا عندك هذا جدار يجي عليه اضغط اكس اكس ويتسلق. طبعا عنده دبل جمب، الشخصيه اتوقع الوحيده اللي عندها دبل جمب، يمكن اذا ما خاب ظني، لان اغلب الشخصيات ما فيهم دبل جمب. يمديك تتسلق طيفان وتدمج وتصير مره لعب نينجا، بالضبط لعب نينجا، اسلوب النينجا. فهذه الشخصية الأولى خلصناها، نروح معاكم الشخصية الثانية. والشخصية راح تكون معانا مكري. طبعا مكري شخصية قوية، بس عليك يكون الايم صاحي مرة جبار، وإن شاء الله تبدع في هذه اللعبة وهذه الشخصية بالضبط. المهم دمج السلاح مرة عالي، ثلاث ضربات في الراس راح يموت. شوف 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 كيف الرينج يا حبيبي، الرينج مرة شيء عالي، مرة عالي. هذه الخاصية الأولى في هذه الشخصية. الخاصية الثانية بالار 1 شو نسوي؟ ترمي هذه وتعطي ستان، تعطي ستان اللي قدامك ضربتين من قريب راح يموت، مرة راح يموت. والخاصية الأخيرة مرة سهلة وبسيطة تفهمها، شوف مثلا تضرب الأول حلو وخلص عليك الرصاص، راح أضغط ال 1 ويعشق سريع وأتحرك في نفس الوقت، خلص هذه أتحرك سريع وأضرب، يعني حركة بتعشيق. يمديك تهرب من واحد جاي في وجهك، تعشق سريع، تبهدل خصمك وتقتله. هذا الشيء اللي يعجبني فيه، ما عندي حركات كثيرة، بس ان الدمج اللي عليه مرة خرافي وحركاته مرة ممتازة. فحنجي للسوبر شارج اللي حقه. السوبر شارج طبعا اذا اعطيت مثلث تنتظر ثماني تشوف اللي يصير احمر تطلق راح يموتون، لازم تعطيه شوي ثواني تستنى، مو تضغط مثلث ار 2 سريع زي ما شفت، تستنى شوي ثواني بس وراح يقتل اللي قدامك كلهم. ممتاز حق اذا كان مجموعات اللي ضدك ما عندهم تانك ولا عندهم درع، تستخدم هذا السوبر راح تفجرهم سريع سريع، وين متاكد من بعيد، الرينج حقه مره بعيد. والشخصيه الثالثه راح تكون معانا فرا، او فرح ناس تسميها، بس اسمها فرا. المهم ندخل على هذه الطيبه، شنو عندها؟ عندها ركت لانشر ار بي جي من بعيد، صواريخ، دمج اللي حقه مره خرافي، الرينج نفس الوقت ممتاز، بس بلس اللي حقه مو ذاك الزود. شنو اقصد فيه؟ يعني مثلا هذه الشخصية ضربت جنبها ما راح يجيه الدمج كثر ما تجيه الدايركت هيت، عارفين علي؟ إذا تجي فيه الضربة راح تعطيه ممتاز، بس جنبه ما راح تعطيه ذاك الزود. هذه الخاصية الأولى.
الخاصيه الثانيه عندنا في هذه الشخصيه بالار 1 اذا اللي قدامك شوف مثلا خوينا هذا خلينا نروح قدام هذا الطيب يعطي ار 1 شنو سوى فيه تضربه وترجع على ورا وانت ترجع احيانا ترجع احيانا ما ترجع خلينا نتاكد ثواني انا بتاكد من شيء اوكي ايه ترجع متى اذا تضرب اللي قدامك بالار 1 ترجع اذا ما تضربه ما راح ترجع شخصيتك خلينا ناكد لكم هذا الشيء الحين خلينا نسوي ار 1 في الجو ما رجع بس خليني استنى يصير الار 1 واعطيه وشوف انه راح ارجع اذا تضربه انت بترجع اذا ما تضربه ما راح ترجع على ورا شوف الحين رجعت على ورا هذا الشيء توني ادريبه الحين انا اقول احيانا يرجع احيانا ما رجع اكتشفنا الحين المشكله المهم الخاصيه اللي بعدها تطير في الجو اللي هي الاول 1 وتطير كذا يمديك تضغط الاكس وتتعلق في الجو وتطير هذا شيء ممتاز يمديك تروح من فوق وار بي جي قصف على اللي ضدك مره قصف عارفين علي كيف هذه مميزات فرح والخاصيه الاخيره تطلع صواريخ او السوبر طبعا شوف خليني اعطي لك تروح الجو تضغط مثلث تعطيكم صواريخ كثيرة ويمديك تنزل بالاكس ترجع هذه عنفرة بالنسبة لي اشوفها هذه مرة قوية بس اذا كنت من جهة فوق انا لحد الحين ما احترفت اللعبة يعني زي ما قلت لكم وبعدي ما اعرف الشخصيات متى استخدمهم في اي ماب في اي سيتويشن بالضبط الى حد الحد الهاندي حلوة دي لحد الان ما عرفت فاذا عرفت المستقبل راح اشرح لكم اكيد بالتفصيل وننتقل معاكم الى الشخصية اللي بعدها والشخصية الرابعة راح تكون معانا ريبر واحدة من اشهر واحد من اشهر وش فيني اليوم ما اعرف اتكلم يا حبيبي واحدة من اشهر الشخصيات في لعبة اوفر واتش طبعا اغلب الشعب يحبه في مميزات حلوة وفي مميزات سيئة عندك الشوتجن هذا مرة قوي من قريب خلنا نعطيكم مثال بس من بعيد ابو كلب شوف دمج اللي بيجيهم شوف البوت ما يجي دمج حلو بس خليني اقرب شوف كيف من قريب مره سفاح بس من بعيد الله يعين المهم نروح الخاصيه اللي بعدها الار 1 شوفوا هذا تليبورت يعني احدد مكان التليبورت ابيه فوق اضغط ار 2 وديني لهنا حلو حق اذا تروح من ورا الاعداء تدخل فيهم لوحدك تبي تقتلهم سريع سريع ممتاز من عليك كيف هذه الخاصيه الخاصيه الاخيره عندنا قبل السوبر انه يصير وحش مثلا شوف كيف يصير اميون هذا الاميون ما يجيك ولا اي دمج لمده ثواني وبعدين يمديك تدمج من جديد انا استخدم بالنسبه لي الالوان في حالتين اللي هو يكون زي الشبح متى استخدمهم اذا ابي ادخل في مجموعه ناس واني عندي سوبر ادخل فيهم واحط فيهم السوبر يموتون كلهم او استخدمها في هروب يعني اشوف واحد قدامي قريب يقتلني اضغط الالوان واهرب منها راح اعطيكم مثال شنو اسوي اقصد اضغط كذا مجموعه وحوش ادخل فيهم واعطيه سوبر مثلث اي واحد في هذه المنطقه راح يموت عارفين علي كيف هذه حركتين اللي اسويهم واذا عندك حركات ثانيه ما ادري في اللعبه في اي شخصيه حنتكلم عنهم عطني اياها في الكومنت تحت او ارسل لي اياها فيديو او كلمني على تويتر وان شاء الله نتفاعل مع بعض ونتعلم اللعبه سوا وان شاء الله الكل يستمتع فيها والشخصية اللي بعدها راح يكون معانا سولجر 76 طبعا سولجر هذا انا اتوقع او بي يا شباب والله هذا الشخصية او بي فيه مميزات كثيرة الشخصية الثانية ما فيها خلنا اعطيكم ليش تشوف الرينج حق السلاح شوفوا هذا الشارع الاول لا 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 طلقت لا الرينج حق السلاح مرة ممتاز ومن قريب دمج مرة ممتاز حق الايم يضيع شوي هذه اللعبة راح او هذه الشخصية راح تكون ممتاز جدا جدا جدا. المميزة الثانية بالار 1 خليني اتدمج اول بالار 1 لان الار 1 وش فيني اليوم مو عارف اتكلم اساسا الار 1 ترجع هيلثك حط الار 1 اعطيك وارجع هيلثك زي ما صرتون تحت خليني اتدمج شوي راحت افا مو مشكلة الحين ترجع. والخاصية الثالثة في هذه الشخصية الوان يمديك تضغط عليها وتجري يا حبيبي جري 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 خلص وتجري اغلب الشخصيات ما تجري او اكثرهم ما تجري فهذه الشخصية الوحيدة تقريبا اللي اتوقعها تجري ودمجت شوي خليني اخذ دمج اكثر
دمج اكثر حبيبي، يلا دمج اكثر، دمج اكثر. ايوه المهم ار1 شوف الهوث كيف رجع سريع سريع، مره سريع حقك انت واخوياك مو بس انت. والخاصيه قبل الاخيره راح يكون عندنا راكت لانشر، ضربه واحده تستنى تقريبا حدود السبع ثواني ويجيك راكت لانشر ثاني. خليني اختبر شيء. اوه ابي اشوف اذا اضربه جنبه ما اضربها في 100% هل يجيهم دمج؟ اوه حلو ماد، ويعطيهم نوك اوت مره ممتاز. تضربهم يرجعون على ورا، وحتى لو ضربت في الارض راح يجيهم دمج. هذه شخصيه مره قويه راح العب فيها الفتره الجايه. طبعا السوبر، السوبر شيء ثاني. السوبر شنو يسوي في السوبر؟ ترى شلش فيهم، عرفتم كيف؟ بس كذا. السوبر الحقه مو مره مره ذاك الزود، بس يعطيك دمج اعلى ويأشر عليهم اذا ما خاب. خليني اتاكد لكم، يقول لك اوتوماتيك ايم when your target is a few. اي زي ما قلت لكم يصير التأييم اللي حقك او تصيب اوتوماتيكي. ويمكن اعتبر هذه الشخصيه شوي متوازنه من ناحيه السوبر، لحقها مو ذاك الزود بس فيه خاصيات اكثر. بس اذا عندك سوبر قادح الشخصيات او الخاصيات اللي عندك تكون شوي قليله. فخلينا نروح الى الشخصيه الاخيره معاكم، وراح تكون معنا حبيبه القلب تريتر. طبعا افضل شخصيه هجوميه حاليا عندي، وافضل شخصيه انا العب فيها. اذا الفريق اللي قدامي مره قوي العب في تريسر. تريسر اي المهم يا تريسر، الدمج اللي حقها من بعيد زي ما تشوفون مو ذاك الزود. حلو، بس قرب بمشط واحد الشيء اللي قدامك تفرمه فرم. هذا شيء حلوين حلوين. عندك ثلاث بلينك، هذه واحد اثنين ثلاث يمديك تقتل فيها. وري يسمونها ريجين حق البلينك، او انك ترجع البلينك ما تطول منه كثير وترجع البلينك بسرعه. يمديك تتقدم ترجع تروح يمين تروح يسار فيها زي ما تشوفون، مره مره ممتازه. نشوف لكم الخاصية الأخيرة. طبعا شوف الهيلث عندي، خليني اتدمج اتقدم اتدمج واتقدم اتدمج اتقدم، ارجع الوقت اللي وراء. معناته اذا رجعت الوقت اللي وراء راح يرجعني الموقع اللي انا كنت فيه، ويرجع الهيلث اللي انا كنت فيه. اثنين يحسب، ركز عليه هذه، مو بس ترجع الى محلك القديم، في نفس الوقت يرجع لك الهيلث اللي انت فيه. صحيح ان الهيلث حقها 150 يعتبر قليل بالنسبة للشخصيات الثانية، بس يمديك ترجع فل الثماني وتهرب من الموت في لحظتها. عارفين علي كيف؟ والسوبر الاخير اللي حقها جرنيد، قوي الدمج اللي حقه مره قوي. مو بس عليه، الشخص اللي ترمي تلزقه فيه راح يموت 100%، حتى اللي حواليه راح يدمجون بشكل كبير. اذا كانوا مدمجون على الخفيف تاخذ لك تربل كيل بالراحه وانت تضحك يا حبيبي. فتريسر بالنسبه لي افضل شخصيه هجوميه حاليا، واكثر العب واكثر شخصيه العب فيها هجوميه بالنسبه لي، لان انا احب السرعه واحب الدمج العالي في نفس الوقت، ما يهمني الهيلث. فتقريبا كذا شباب وصلنا نهاية الفيديو، شرحت كل الأشياء اللي أعرفهم من الشخصيات الهجومية. إذا في معلومات أنا ما قلتها أو يمكن عدت علي اكتب لي إياها في الكومنت تحت، ونقدر نشرحها في فيديوهات ثانية وأعطيك الاسم اللي قالها بالضبط. يعني إذا أنت أعطيتني حاجة وما قلتها في الفيديو أحط اسمك، أقول الشخص الفلاني قال لي هذا الشيء. كلنا نتعلم هذه اللعبة إن شاء الله مع بعض شباب، وإن شاء الله الكل يستمتع فيها. وصلنا نهاية الفيديو، إذا إن شاء الله بكرة ما أقصر معاكم في الشخصيات الدفاعية راح نتكلم عنها بالتفصيل. وعطني رايك افضل شخصيه هجوميه بالنسبه لك من هذه السته اللي قدامكم، من جنجي تقريبا جنجي إيه اسمه جنجي الى تريسر. من افضل الشخصيات تحس هجوميه بالنسبه لك؟ بالنسبه لي اشوف تريسر اقوى شخصيه هجوميه. عطني رايك وان شاء الله نتناقش في هذا اللعبه. فكذا تقريبا وصلنا نهايه الفيديو، اتمنى عجبكم واستفدتم منه. لا تنسى اللايك فيفرت سبسكرايب، ولا تنسى الشير. نشوفكم على الفيديو الجاي، السلام عليكم شباب.